ಸಣ್ಣು كتير حلو. نحن عم نسلط الضوء على هذا الشيء يعني، وعم نكبر فيهم ونشوف مواهبهم يعني. كتير انبسطت، هو كتير انبسط يعني، حتى صار يطلع معنا كتير شغلات حلوة. يعني وقت اللي بتدربي الاولاد كل حركاتهم العفويه اللي بتطلع معهم كيف هن مبسوطين، انت بتفرحي لما بتلاقيهم يعني هن مستمتعين عن جد، هن مبسوطين يعني بيخلوكي تضحكي بدون ما تحسي تنسي كل شيء تعب عم تعمليه. لا ما خايفه انا.